السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنتحدث عن حالات الأكوايرد هيمولايتيك أنيميا. بالنسبة لمرض الأكوايرد هيمولايتيك أنيميا، نتحدث عن مرض باروكسيمال نوكتورنال هيموجلوبين يوريا، وهذا المرض هو ينتج بسبب طفرة مكتسبة على مستوى الستمسل، ينتج عنها خلل في تكوين بروتين يسمى الجلوكوسايلين فوسفاتيدايل هيستول أنكروبروتين، تهدد حياة الشخص. يتميز بأنه وجود تحلل في كرات الدم الحمراء داخل الأوعية الدموية، وخاصة فترة الليل، فبنسميها نوكتيرنال. بيحدث عنده مايل هايبوكسيا خلال النوم، ينتج عنها حالة ترانسنت أسيدوسيس، يعني أسيدوسيس مؤقتة، يؤدي ذلك إلى حالة الهيموليسيس، أو يحدث عملية خروج للهيموجلوبين مع اليورين وتسمى حالة. الآن الخلل في هذا المرض يتميز بعدم تكوين الجي بي اي انكر بروتين. الآن ما هي وظيفة الجي بي اي انكر بروتين؟ هو عبارة عن بروتين يرتبط به بروتينات أخرى، عشان هاي البروتينات زي سي دي 59 يوفر حماية لممبرين خلية الار بي سيز من الاتاك كومبلكس، من اللي هو الكومبلمنت سيستم، اللي هو اتاك كومبلكس من كومبلمنت 5 الى كومبلمنت 9، بشكل مع بعضهم بنشطوا اتاك كومبلكس، وبالتالي بيبدا يهاجم كرات الدم الحمراء اذا لم يتوفر لها الحمايه زي اللي هو ارتباط السي دي 59 على الانكور بروتين. الان بالنسبه للمريض الذي يعاني من هذا المرض، نجد انه في عنده خلل في الكواليتي لحياته، بمعنى انه يعاني من تعب عام، بيعاني من فشل فيزيائي في بعض الأعضاء عنده، بصير في عنده ألم، صعوبة في التنفس، وخلل في الكلية. بالنسبة للجلطات، يعاني من جلطات في الأوعية الدموية سواء كانت أوردة أو شرايين. بالنسبة للثرومبوسيس أو فينوس ثرومبوسيس، بيكون مشهور اللي هو جلطات الموجودة في الكبد واللي هو السكن والبرين السيريبرال في الدماغ. اما الارتر بيكون مايوكاردا انفاركشن، بيعاني من مايوكاردا انفاركشن في عضله القلب، وبيعاني من اللي هو سيريبرال فاسكولار اكسيدنت اللي هو سي في اي. الان بالنسبه للانيميا، بسبب تكسير كرات الدم الحمراء تنتج حاله انيميا، بالتالي بيتطلب عمليه نقل دم، ويعاني هذا الشخص من تعب عام، من صعوبه في التنفس، وحدوث اللي هو انجينا اللي هو الذبحه الصدريه، خلل في عمليه انقباض العضلات الملسه يؤدي ذلك الى ابدومينال بين، صعوبه في البلع، بالاضافه الى الريكتايل ديسفانكشن. ما هي الكلينيكال presentation او clinical feature تظهر على هذا المريض؟ عنده hemolytic anemia بسبب تحفيز تكسير لكرات الدم الحمراء بفعل الكومبلمنت، ويحدث ذلك داخل الأوعية الدموية. عنده جلطات في الأوعية في الأوعية الدموية، خاصة الأوردة، ويحدث ذلك deep venous thrombosis، ويحدث في اللونج extremities اللي هي في اللي هو الأطراف الطويلة، ويحدث أيضا اللي هو جلطات في الأوعية الدموية الأوردة الموجودة في الكبد، بنسميه بورتال فين ثرومبوسيس، سيربرال فين ثرومبوسيس اللي هو الموجود في البرين. ايضا يعاني من خلل في عمليه انتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه، فبصير عندنا ديفيشنسي في الهيماتوبيوسيس، ينتج عنها حاله ابلاستيك انيميا. في خلل في الاسوفيجال سبام، بصير عنده انقباض في المريء، وهذا بيؤدي الى صعوبه في عمليه البلع، بالاضافه الريكتايل ديسفانكشن، وهذا بسبب نقصان النيتروك اوكسيد خلال عمليه الهيموليسيس. اذا البي ان اتش هو عباره عن مرض يحدث بسبب سوماتيك ميوتيشن على مستوى الستيم سيل، وهذا يحدث بسبب ميوتيشن في الجين المسؤول عن تكوين الجي بي اي انكور بروتين، وهذا الجين موجود على اكس كروموزوم. تمام. الان خلل في الجي بي انكور بروتين يؤدي الى عدم قدره بعض البروتينات المهمه انها ترتبط على سطح كرات الدم الحمراء، وهي البروتينات منها الداف، ومنها المير اللي هو عبارة عن ميمبرين انهيبيتور اوف رياكتيف لايسيس، وبالتالي هاي البروتينات الداف والمير بتعمل حماية لكرات الدم الحمراء من الكومبلمنت، وهذا يؤدي في غياب هذه البروتينات إلى تكسير كرات الدم الحمراء بفعل الكومبلمنت، فتصبح ار بي سي سنسيتيف تو كومبلمنت، وهذا الشخص بيعاني من زيادة في تجلط الدم، وبالتالي
بيتطلب عملية بون مورو ترانسبلانتيشن، وطالما انه الخلل على مستوى الستيم سيل بالتالي انه البون مورو الترانسبلانتيشن يؤدي الغرض في عملية علاج هؤلاء المرضى. اذا بالنسبه للايتيولوجي يحدث بسبب الهيمولايتيك انيميا اللي تحدث خلال فتره الليل، وهذا يؤدي الى حدوث الخروج للهيموجلوبين في اليورين، وكرونيك هيمولايتيك انيميا عنده ثرومبوسيس بانسيتوبينيا او ابلاستيك انيميا، وبالتالي بيصير عنده اللي هو ممكن يكون هذا بعض المرضى بيكون عندهم اكيوت او كرونيك مايلويد مالجنسي. تمام. الآن طالما أنه الخلل على مستوى الستيم سيل فتأثر به جميع خطوط إنتاج الخلايا المختلفة، فبصير في عندنا خلل في عدد الليوكوسايت والبليتلت والار بي سيز. بالنسبة للار بي سيز الآن تنتج الخلية، بتكون عند الخلية في مشكلة في الممبرين الخاص فيها، البروتينات لا ترتبط، الداف والمال لا ترتبط على سطح خلايا الار بي سيز بسبب غياب الجي بي اي انكروبروتين، يؤدي ذلك الى تكسير كرة الدم الحمراء بفعل نشاط الكومبلمنت. الان الجين المسؤول عن عملية تكوين الجي بي اي بروتين هو بي اي جي اي جين. تمام. هذا الجين هو عبارة عن فوسفاتيدايل انيسيتول جليكان كومبلمنتيشن جروب اي، موجود على اكس كروموزوم، وهو كروموزوم في الكلون الخاص بالستيم سيل، بالتالي لن يحدث تكوين لا جليكوفوسفاتيدايل انيسيتول انكروبروتين، وبالتالي هذا طالما غاب هذا البروتين يؤدي ذلك الى عدم ارتباط البروتينات اللي تعتبر ريجوليتوري بروتين، وهي سي دي 55 اللي هو الداف عباره عن دي كي اكسلريتنج فاكتور، وسي دي 59 هو المير ميمبرين انهبيتور رياكتيف لايسيز. تمام. اذا السي دي 55 والسي دي 59 لا تستطيع الارتباط على سطح خلايا الار بي سيز. ما هي وظيفه هذه البروتينات؟ هاي البروتينات السي دي 55 والسي دي 59 بتحمي ممبرين خليه الار بي سيز من الكومبلمنت ومن ارتباط الكومبلمنت معها وارتباط السي 3 كونفرتيز كومبلكس. تمام. اللي هو بنسميه الاتاك كومبلكس. تنشا عنها الحاله حاله هيموليسيس بسبب نشاط الكومبلمنت. تمام. هناك انواع اخرى اللي هو بنسميها سب تايب، انواع فرعيه من هذا المرض بسبب اللي هو بروتينات اخرى زي سي دي 19، سي دي 48، سي دي 55، سي دي 59 الان. لكن اكثر شهره لبروتينات سي دي 55 وسي دي 59 هي الداف والميل، لا تستطيع ان ترتبط مع الجي بي اي لينكد بروتين، وبينتج عندنا انواع بي ان اتش 1 2 و 3. الان التصنيف هذا يراجع الى كمية الجي بي اي انكور بروتين اللي بيحدث لعملية اكسبريشن، فكل ما كان كميته أكثر كل ما كان عندنا الأعراض ما بتظهر وبكون هذا الشخص تقريبا طبيعي. فنجد انه في البي ان اتش 1 بيكون عندنا انتاج أكبر من الجي اي من الجي بي اي بروتين أكثر من بي ان اتش 2 أكثر من البي ان اتش 3. بي ان اتش 2 في عندنا عملية انتاج مديرات متوسطة، اما بالنسبه للبي ان اتش 3 بيكون في غياب كامل للجي بي اي بروتين. ما هي الفحوصات المخبريه للكشف عن هذا المرض؟ انه عد الخلايا، لو انا بعمل عد لخلايا الدم المختلفه ار بي سيز وايت بلاد سيل وصفائح دمويه نجد حاله سيتوبينيا، انخفاض في عدد الخلايا، وهذا اللي السيفيريتي للديزيز تتراوح او تختلف باختلاف عدد الخلايا، تختلف باختلاف عدد الخلايا. كل ما كان عدد الخلايا او البنسيتوبينيا قليل حدته قليله بالتالي بيكون الاعراض قليله. الان بعد تظهر حاله الابلاستيك انيميا انه غياب لخلايا الدم، هذا الشخص بيكون عرضه للثرومبوسيس، و 40% من المرضى هي سبب الامراضيه الخاصه فيهم هي بسبب الجلطات التي تحدث، وغالبيه اسباب الوفاه للمرضى البي ان اتش هي سببها الجلطات اللي تحدث في الاورده الفينس ثرومبوسيس والمضاعفات حدوث البانسيتوبينيا اللي هي مضاعفات السيتوبينيا التي تحدث. الان في روتين هيماتولوجيكال فايندينج نجد بانسيتوبينيا المقصود فيها ليكوبينيا، انيميا ولو بليتلت،
بالنسبة للأنيميا درجتها بتختلف من هيموجلوبين 6 جرام للديسيلتر إلى طبيعي إلى هيموجلوبين طبيعي. الريتيكولوسايت نجدها زيادة، ليش؟ لأن البومرو بيستجيب لحالة الهيموليسيس. بالنسبة للمورفولوجي لخلايا الار بي سيز بتكون خلاياها طبيعية، ما فيش أي مشكلة في الار بي سيز في حالة البي ان اتش. في البومرو نجد ان الار بي سيز هايبر بليزيا، بصير في زيادة للإريثرويد سيل. الآن في عنا نجد اللي هو هيموسيدرين يوريا دائما موجود، وهذا يتضح من الصورة الموجودة عندنا. إذا الفحوصات المقبلة ونعمل بلود فيلم في البداية بيظهر عندنا نورمو سايتيك أنيميا، يعني أنيميا لكن الخلايا تتشكل طبيعي، لكن بيحدث بعد فترة من مايكروسايتيك أنيميا بسبب الهيماتيوريا، خروج بلاد مع اليورين، وهذا يؤدي كثرة إن خروج البلاد مع اليورين يؤدي إلى نقص الحديد، وهذا اللي بيؤدي إلى حالة انخفاض حجم خلية الأر بي سيز وتصبح مايكروسايتيك أنيميا. الآن هيموجلوبين يوريا انترميتنت، بمعنى انه يكون متقطع حسب حاله الهيموليسيس، نجد انه خروج الهيموجلوبين مع اليورين. فحص الشوجر او سكروز لايسيس بس هو عباره عن فحص بيكشف مدى تحلل كرات الدم الحمراء في وجودها في لو ايونيك سترينج سوليوشن، تمام. هام اسيد تيست هو عباره عن فحص، يعتبر هذا فحص ادق من فحص سكروز شوجر سكروز لايسيس تيست، وهذا الفحص بيكشف في عن تحمل كرات الدم الحمراء لوجودها في أسيد سيرم، لكن ممكن يعطينا فالس نيجاتيف ريزلت لو تم عمل هذا الفحص لشخص بعد تلقي وحدة دم كعلاج بعد نقل دم. الآن ايضا ممكن نلجا لفلو سيتومتري، اللي هو عباره عن الجهاز بيستطيع الفلو سيتومتري انه يكشف عن نقص في الجي بي اي انكر بروتين اللي هي سي دي 55 وسي دي 59، فبالتالي هو افضل فحص بيتم التعرف على خلل في هذه البروتينات، وذلك يحدث انه ممكن يبين بيعطينا كواليتاتيف، بمعنى انه البروتين موجود ولا مش موجود، طبعا عن طريق تفاعله مع مونوكلونال انتي بودي البروتينات التي تم تثبيتها على سطح خلايا الار بي سي، يعني بيبين الخلل الكمي. بالنسبه للعلاج، نقل دم يعطى هذا الشخص نقل دم لعلاج حالات الهيموليسيز اللي تحدث، يعطى حديد وفوليت كريبليسمنت ثيرابي بسبب اللي هو فقدان الفوليت والايرون بسبب اللي هو الهيماتيوريا، بيعطى زون اللي هو بيعمل على وقف الهيموليسيز، بنعطي انتي كوجولانت لعلاج الثرومبوسيس في حاله وجود الثرومبوسيس، ماب اللي هو عباره عن مونوكلونا انتي بودي ضد الكومبلمنت بروتين سي 5، وبون مارو ترانزيت ابلانتيشن يعتبر حل امثل، ويستجيب هذا الشخص لعمليه زراعه النخاع. نوع اخر من الهيمولايتيك انيميا، نوع اخر من الهيمولايتيك انيميا هو الاوتوميون هيمولايتيك انيميا، وهذا المرض سببه انه هناك انتي بودي، وهذا الانتي بودي اوتو انتي بودي حفز تكسير كرات الدم الحمراء، وهذا الانتي بودي من نوع اي جي جي او اي جي ام اي جي اي واي جي اي. غالبيه الحالات المرضيه تعتبر ايديوباثيك، غير معروفه السبب، لكن تم تصنيف الاوتوميون هيمولايتيك انيميا حسب نوع الانتي بودي اللي حفز تكسير كرات الدم الحمراء، اللي هو ورم اوتوميون هيمولايتيك انيميا، وهذا راجع الى وجود انتي بودي يتفاعل على درجات حراره 37 درجه، المقصود فيه هو اي جي جي. اما الكولد اوتوميون هيمولايتيك هو تفاعل الانتي بودي على درجات 4 درجات مئويه، وهذا نوع من انواع الانتي بودي يسمى اي جي ام. الآن بالنسبة للورم أوتوميون هيمولايتيك أنيميا يحدث في جميع الفئات العمرية، لكن النساء أكثر عرضة من الرجال. أسبابه 50% غير معروف السبب، لكن الباقي راجع إلى أسباب ثانوية، بمعنى إنه هذا الأنتيبادي يتكون بسبب مرض آخر زي أمراض لها علاقة بكانسر في اللمفويد زي كرونيك لمفوسايتيك لوكيميا، لمفوما ومايلوما، سوليد تيومر، وهذا التيومر ممكن يكون في الرئة أو القولون أو الكلية أو الأوفري والثايمس ثايموما، ممكن أمراض متعلقة بالكونكتيف تيشو زي السيستميك لبس إريثروماتوسيس والروماتويد أرثرايتس، بعض أنواع الأدوية زي الألفا ميثايل دوبا بنسلين كوينين وكلورو كوين،
وبعض الامراض الاخرى زي الالثريتيف كولايتس واللي هو الاصابه بفيروس الاتش اي في فيروس الايدز. الان كبلد فيلم نجد ان الخليه في الاوتوميون هيمولايتيك انيميا بتكون ماكروسايتيك خليه كبيره الحجم واسفيروسايت كرويه. الان لو فحصنا اللي هو دايركت اجلوت انتي جلوبيلين تيست او دايركت اجلوتينيشن تيست او دايركت كومز تيست نجده بوزيتيف. ليش؟ لانه اللي حفز تكسير كرات الدم الحمراء هو عباره عن انتي بودي غلف هذه الخلايا، فبالتالي مع تفاعله مع انتي هيومن جلوبيولين نجد النتيجه بوزيتيف. الان بمعنى انه نساء حكينا انه اكثر عرضه، وهذا بيكون مصحوب بسيستميك لبس اريثروماتوسيس، وهذا الانتيبادي من نوع اي جي جي بيرتبط مع كرات الدم الحمراء وبيحفز الفاجوسايتيك سيل والكومبلمنت، وبالتالي بيساعد على تكسير كرات الدم الحمراء. الان فحص مخبري لو انا عملت دايركت كومز تيست او دايركت اجلوتينيشن تيست او دايركت انتي هيومن جلوبيلين تيست نجده بوزيتيف. العلاجات انه اعطي مثبطات لجهاز المناعه اميون سبريسيف دراج، واعطي انترافينوس جاما جلوبيولين هو عبارة عن أنتيبادي ضد الأنتيبادي الموجود عنده، يعطى عن طريق الوريد. بهذا الأنتيبادي العلاجي يتفاعل مع الاي جي جي ولا يترك مجال أنه يرتبط مع كرات الدم الحمراء. الآن كعلاج آخر أنه بيعطى اللي هو عملية بلد ترانزفيوجن نقل دم. أما الكولد هيموليسيس بكون هو عبارة عن كولد أنتيبادي، هذا يتكون الأنتيبادي بعد الإصابة بالفيروسات زي فيروس الابشتين بار فيروس. هذا الانتي بادي من نوع اي جي ام بنشط الكومبلمنت، وبالتالي بيساعد على تكسير كرات الدم الحمراء. الان العلاج انه اعالج السبب اللي خلى هذا الانتي بادي يظهر خاصه الانفكشن، ويستجيب هذا الشخص لاستئصال الطحال والعلاج بالستيرويد. بالنسبه للاكسترنسك هيمولايتيك انيميا ايضا لها اسباب، ممكن يكون ترانزفيوجن اند بريجنانس انتي بودي، بمعنى انه غالبيه الاكسترنسك هيمولايتيك انيميا تحدث عند اللي هو ميس ماتش او خلل في عمليه نقل فصائل الدم ما بين المتبرع وما بين المستقبل. فنجد انه لو كان الشخص فصيله دمه A وتم اعطائه فصيله دم O، وهذه الO عندها انتي بودي انتي A تايتر عالي، يعني تركيز عالي من انتي A، يحدث الاميون رياكشن. تمام. شغلة تانية، لو يحدث عند المرأة الحامل عند هناك اختلاف ما بين الانتي بودي، ما بين اختلاف الار اتش عندها وعند البيبي، وهذا يحدث في وجود انتي ار اتش انتي بودي، اختلاف الريزوس فاكتور ما بين الام والبيبي، واختلاف اللي هو فصائل الدم الاي بي او ما بين الام والبيبي. اذا الانتي بودي انتي ار اتش انتي بودي والاي بي او انتي بودي يحدث اللي هو الاميون رياكشن عند البريجننت. الان الدراج انديوز اميون هيمولايتيك، وهذا تم اكتشافه في 1956، وجدوا حاله حدوث هيمولايتيك انيميا بعد التناول علاج للشيستوسوما، حدث هيموليسيز داخل الاوعيه الدمويه عند هذا الشخص. وجدوا انه هذا الدراج حفز السيتوبينيا. وجدوا انه لو عملنا فحص الاجلوتينيشن تيست على خلايا الشخص هذا خارج الجسم اللي هي في المختبر، بيعمل الاجلوتينيشن يحدث في وجود العلاج. تمام، في وجود العلاج، فبالتالي اكتشفوا انه الدرج هو اللي حفز عمليه تكسير كرات الدم الحمراء. الان بعد وقف العلاج وجدوا انه الهيموليسيس يتوقف خلال اسابيع، والدايركت اجلوتينيشن تيست يتحول من بوزيتيف الى نيجاتيف خلال شهرين من وقف العلاج. من ضمن الأدوية هاي الميثايل دوبا. تمام، وطبعا نجد دايركت اجلوتينيشن تيست بوزيتيف وبسبب وجود هذا العلاج، وهذا اللي حفز الهيمولايتيك انيميا. ايضا الهاي دوز من البنسلين حفز الهيمولايتيك انيميا وسميناه دراج انديوز هيموليسيز. يعطيكم العافيه.